السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا ربكم خير. انا طبعا بداية زي ما ظاهر قدامكم في عنوان الفيديو ان انا طالع اتكلم معاكم عن نصيحة حابب ان انا اقولها للناس. انا كنت ممكن اكتبها طبعا في بوست، لكن في ناس كتير ممكن ما يحبوش ان هم يقرأوا البوست لان ممكن يكون البوست طويل شوية، وفي بعض الاحيان بيكون الكلام صعب ان انت توصل الرياكشن او المشاعر اللي موجودة عن طريق الكلام، لكن الفيديو بيكون الموضوع افضل شوية. هو الموضوع باختصار ان بيوصلني اسئلة من ناس كتير جدا: يا باشمهندس انا مش عارف اعمل ايه، انا شغال في المجال بقالي سنة او بقالي سنتين او اكتر او اقل ومش حاسس ان انا بتطور، مش حاسس ان انا المجال مش عارف هوصل لفين، مش عارف هعمل ايه، اكمل ولا لا، طب اطور نفسي ازاي، طب اعمل ايه، طب ما فيش حد محسسني بقيمة المجال، انا مش حاسس ان المجال ده ليه مستقبل، انا محبط، انا مش عارف اعمل ايه، الناس مش مساعداني، حاسس ان الجودة ملهاش لازمة، الناس مش بيقابلوني او بيكلموني بطريقة مش كويسة، حاسين يعني اللي هو ايه فكرة ان مهندس الجودة دايما الناس شايفينه البُبع اللي موجود في المشروع او في الشغل معاهم، فده طبيعي ولازم تتقبله. علشان كده قلت لازم اطلع اكلمكم على ايه اللي حصل معايا او انا بدأت ازاي. هو طبعا يعني انا مش الجينيوس او اللي هو الحاجة اللي ما حصلتش يعني، لكن الحمد لله انا طالع اكلم الناس اللي بتثق في السيد داود او شايفين ان السيد داود ساعدهم، او الناس اللي شافت ان السيد داود قدر ان هو يفيدهم او يفرق معاهم في المجال. انا طالع اكلم الناس دي اقول لهم انا بدأت ازاي، اقول لهم ان انا مش يوم ما اتخرجت من الجامعة ونزلت سوق العمل لقيت الناس بتقابلني بالاحضان ولقيت ان الشغل مفتوح لي ولقيت ان في ناس عمالة بتعلمني وبتديني الخبرات بتاعتها، لا ده طبعا ما حصلش. انا بدأت زيكم برضو تايه مشتت، اوقات كتير كنت محبط، اوقات كتير كنت حاسس ان انا بلا قيمة، حاسس ان انا مش قادر احدد لنفسي هدف. اتخرجت في 2008 طبعا، من يوم ما دخلنا كلية علوم قسم الجيولوجيا وعرفنا يعني ايه جيولوجيا، وكان كل املنا وكل اللي احنا عارفينه عن جيولوجيا ان هو يا اما تعدين، يعني انت بتدور على ذهب بقى ومعادن ثمينة واحجار كريمة وكلام شكل كده اللي هو بقى ايه منجم السكري يعني او حاجة من هذا القبيل يعني، او اما انك هتروح تشتغل في شركة بترول. هو ده اللي كان يعني مرسوم لنا واللي احنا متصورينه وعارفينه عن المجال لا اكثر ولا اقل. طبعا بالنسبة للجيولوجيا الهندسية كانت مادة بتدرس يعني لهدف ان هي مادة بتدرس وخلاص لا اكثر، يعني حتى السيف اناليسيز او التدرج انا اذكر ان انا ما عرفتش يعني ايه مناخل اصلا، يعني شوف انتوا متخيلين اللي فين، انا ما عرفتش يعني ايه مناخل وبتستخدم في ايه وايه الفايده من الاختبار. يعني انا فاكر ان انا ممكن حشيت شويه كلام عن الكورس او عن التجارب المعمليه ودخلت كبتهم في الورقه، والله انا ما متذكر منهم كلمه ولا عندي منهم ذكرى واحده. يعني مش هقول بالنسبه للكورس ده انا كنت بحضر علشان اتسجل بس في المحاضره او في السكشن ان انا حضرت، فالمجال ده كان بالنسبة لنا مبهم، ما كانش حد بيكلمنا عنه، ما كانش حد. أنا لما اتخرجت في 2008 كان المجال ده أصلا في مصر فكرة مهندس المواد والكلام ده كله ما كانش أوبشن أصلا موجود، يعني كانت حاجة كده نادرة الوجود، ما سمعناش عنها حتى يعني ولا في ألف ليلة وليلة. اتخرجت من الجامعة، قضيت جيش سنة تمام وخلصت الحمد لله على خير، وبدأت بعد كده اعمل ايه السي في اللي هو احنا اصلا ما كناش عارفين السي في ده بيتكتب ازاي، ولا طبعا كان النت ايامنا حاجة يعني حاجة فظيعة اللي هو معاه 2 جيجا او 500 ميجا يعني بيبقى واخد باله منهم قوي وعمال بيحاذر ان هو يفتح بس نت ولا اي حاجة،
فما كانش متاح ان انت تدخل تسمع فيديوهات او تسرش او تشوف تنزل تامبلتس السي فيهات وتشوف صور وتعمل ومش عارف ايه. وجوجل حتى جوجل كان ما كانش فيه الاوبشنز اللي هي بتظهر لك صور وتقول له فيديو ومش عارف ايه وكلام شكل كده. لا لا ما كانش في الكلام ده تمام. كانت الحاجات كلها لسه، احنا كنا لسه على بداية الانطلاق بتاعت اللي هو الطفرة اللي حصلت في الانترنت والبحث والكلام ده. فطبعا بدات اخد السي في بتاعي واروح الف الشركات البترول كلها اللي في المعادي انا وزميل ليا، وطبعا يعني احنا رايحين عارفين ان احنا بنعمل حاجه اللي هو في الاخر ما فيش هيكون لها اي نتيجه، بس هو انت بتعمل ايه؟ بتعمل عليك عشان ما تجيش حد يقول لك والله طب انت ما رحتش ليه؟ طب ما عملتش ليه؟ تمام. بعد كده بدأنا بقى، حصل بعد كده في ناس زمايلنا كان حصل طبعا بعض التغيرات، الدنيا اتغيرت يعني اللي كان حصل في 2011 وكلام شكل كده، وبدأ يوعدوا الناس، وفي ناس زمايلنا دخلوا بترول، وفي ناس دخلوا الثروة المعدنية، وناس اشتغلت في شركات تعدين وحكومية وشركات خاصة وبتاع. وخلينا اقولها لكم ان انا اعرف ناس زملاء انا اثق في كلامهم، الناس دول مش مبسوطين في مجال البترول تمام، مش مبسوطين تماما، لان هم لقوا ان البيئه اللي هم بيبقوا شغالين فيها بيئه مش ما تنفعش ان هي يتعاش فيها تمام. فمشيت في السكه بتاعي ان انا ادور على شغل وبتاع، وطبعا ما فيش واسطه، فخلاص يعني انت الموضوع بالنسبه لك يعني مش هيبقى فيه اي جديد. فجيت بعد كده قلت والله طالما هي مظلمه كده وما فيش فيه اي امل فيها، فخليني ايه، خليني اروح اعمل ايه. كان موضوع بقى الموبايلات لسه بقى، فكرة ان كل واحد معاه موبايل ديت كانت حاجة لسه بدأت تنتشر، وطبعا الصيانة بتاعتها كانت ذهب، كان الناس اللي شغالين في الموضوع قليلين، وخاصة بقى الناس اللي شغالين هاردوير اللي هو بيشيل الاي سي هات وحاجات شكل كده. فقلت فرصة ايه، اروح اشتغل في المجال ده وايه وننطلق فيه، ونشوف بقى المحلات اللي هي بتبقى مليانه موبايلات ديت نفتح محل زيها، وايه ويمكن ربنا يكرمنا في طريق غير الطريق اللي احنا بديناه يعني. فرحت فعلا العتبه وقعدت فتره مع واحد من الناس اللي كانوا شاطرين جدا في المجال، وتعلمت فعلا الصيانه واشيل اي سي هات واعمل وبتاع. وجيت فتحت، رجعت البلد عندنا فتحت محل قعدت فيه تقريبا سنه شغال برضو اكسسوارات وصيانه وبتاع، لحد ما جيت في يوم من الايام ولقيت واحد صديق ليا شغال بكلمه، هو كان صديق ليا في الجامعه وقضينا جيش سوا وهو من البلد. ففينك يا ابني؟ قال لي والله هو اسمه طبعا محمد بركات وهو عندي على الحساب ومعرفش هيشوف الفيديو ولا لا، ربنا يبارك فيه. فانت فينك يا حبيبي، اخبارك ايه الدنيا؟ قال لي يا عم انا شغال في مكتب استشارات هندسيه. يا الله بجد والله، هو في الاوبشن ده متاح لنا؟ فقال لي، قلت له فينك؟ قال لي والله انا بكلمك دلوقتي بعد ما خلصت شغل وانا موجود على الشط في بورت السخنه. قلت له يا ما تاخدني معاك يا سيدوني. فقال لي والله الرقم هو بتاع الدكتور واتصل عليه. السلام عليكم يا دكتور، انا فلان الفلاني، والله انا خريج سنه كذا ومؤهلي وتقديري كذا، وانا يعني اتمنى ان اشتغل مع حضرتك. طيب شهر كده شهرين واتصل عليا، يعني اداني ميعاد يعني مش متذكره. فاتت الايام واتصلت عليه، طب تعالى اعمل مقابله، رحت له عملت مقابله، طب خلاص بدايه الاسبوع الجاي انزل مع مين؟ مع محمد بركات الموقع وابدا اشتغل. يا الله هشتغل يعني خلاص هرجع للكارير بتاعي، للدراسه بتاعتي والكارير بتاعي. فالحمد لله نزلت وقعدت في الموقع ده او في المكان ده سنتين. اي نعم انا ما كنتش بتعلم اي حاجه تمام، يعني يعني احنا كنا شغالين كل اللي بنعمله احنا بنقيس الكومباكشن بتاع التربه بجهاز اسمه دايناميك بليت لود تيست، بتنزل الجهاز تحطه على الطبقه تخبط خبطه وبعدين تروح جاي ايه رفعه ثلاث خبطات كده ويجيب لك رقم، لو جه في رينج معين فالطبقه الحمد لله ناجحه وزي الفل، جاب اقل من كده خلاص راس. ده اللي احنا كنا عارفينه عن الجهاز. طب يا جماعه عرفونا الجهاز ده، انتوا بتاخدوا القيم دي بتحسبوا بيها على، بتعرفوا على اساسها الكومباكشن ازاي؟ سر من اسرار الكون ممنوع ان انت تعرفه تمام.
طيب بعد كده ايه اللي احنا بنعمله؟ اللي احنا بنعمله بنتابع الشغل اللي بيتم في المواقع، الحائط السند الفلاني اللي في اللي مش عارف في موقع ايه، تم صب مش عارف الخرسانه القاعده العاديه بتاعته في من استيشن كذا لاستيشن كذا، ونصور ونعمل تقرير. وبعد كده طول اليوم بعمل ايه؟ بلعب تشيكن انفيدرز وبلعب ايه؟ سنيلز اللي هي القوقعه، ونقفل اللعبتين كل يوم. ده كان شغلنا لمده 2 ونص، ما بتعلمش اي حاجه. لحد ما في يوم من الايام واحد من الناس اللي شغالين معايا في الموقع كانوا هو محمد بركات، واحد تاني المهندس محمد اسماعيل ربنا يجزيه خير، موجود معايا في الغرفه وقاعدين. هم كانوا مخلصين التاشيرات بتاعتهم ومخلصين ورقهم، وفاضل يخلصوا الشهر بس وياخدوا الراتب وايه وينطلقوا على السعوديه. فجاله اتصال في يوم، يا باشمهندس محمد، انا فلان الفلاني، كان مهندس اسمه احمد عبيدات، تمام، في بيت الخبره للاستشارات الهندسيه في المملكه العربيه السعوديه. بيتصل بيه، احنا انا شفت الموقع، السي في بتاعك، اسف، شفت السي في بتاعك على موقع بيت دوت كوم، وانا محتاجك معايا. قال له والله انا بعتذر لحضرتك، انا خلصت طلعت التاشيره ومسافر. رحت جاي مش هقول له محمد، قال لي، قلت له كلمه عني. قال له معايا واحد في الغرفة دلوقتي نفس الخبرة بتاعتي ونفس، قال لي طب ادوله اكلمه. كلمته، طب في مقابلة في الفندق الفلاني يوم كذا، روح احضر المقابلة. خدت السي في بتاعي ورحت، اتصل، وداني رقم طبعا اللي هو المسؤول مكتب السفريات. كلمته استاذ امير، يا استاذ امير، ورحت حضرت المقابلة. قابلني مين؟ قابلني 2 من شركة المياه الوطنية، تمام، عمل معايا، اشتغلت كذا، اشتغلت كذا، اشتغلت كذا، اشتغلت كذا، اشتغلت، كل اللي طلع عليا ان انا اشتغلت، وانا ولا اشتغلت ولا اعرف اللي هم بيتكلموا عنه ده ايه. طيب تمام، توكل على الله. راجع في الطريق للبيت، اتصل عليا الاستاذ امير، السلام عليكم، انت اتقبلت، جهز الورق بتاعك عشان تسافر. سافرت وقعدت 2 في المكتب، كل اللي انا بعمله والله زي ما بقول لكم، ان انا اروح اوقع الصبح الساعة 8 8 ونص، واخد بعضي اقعد في المكتب، يا اما اقعد بقى ايه اذاكر انجليزي، اقعد اطور من نفسي، يا اما اروح ايه ارجع السكن تاني انام لي شوية، ما اعرفش. المهم ايه، ما بعملش اي شيء يذكر. احنا كنا شغالين في مشروع بتاع مرافق، صرف صحي ووصلات مياه وبتاع، فانا مش عارف دوري ايه، انا لسه برضو لسه ما حدش علمني، ما حدش خد بايدي، ما حدش قال لي تعال. فبدات ادور على الاختبارات، فكل اللي وصلني من الاختبارات هي مذكره كان حد في الهيئه العامه للطرق والكباري كانوا عاملينها، وكانوا كاتبين اساميهم عليها، اعتقد ان انا بعتها الفتره اللي فاتت لناس كتير برضو. فانت عمال تقرا عن الاختبار اللي هو جهاز اللوس انجلوس، وفي كور وفي مش عارف ارفف او في عوارض كده من الحديد بتاخد العينه معاها وبتلف، انت عمال بتسمع على حاجات، يعني انت محتاج يعني ايه يبقى خيالك واسع جدا وتقعد بقى تتخيل، فاهمني؟ انت ما مش عارف شكل الجهاز ايه. وبعدين بقى يقول لك تحسب وزن العينه والمناخل وقطر طب انا يا جماعه انتوا بتقولوا منخل 3 ارباع بوصه و3 على 8 ونص، وبعدين رحت كلمتني على منخل رقم 4 و8 و16 و30 و50، طب ايه 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 العلاقه؟ ايه اللي خلى ده يتسمى 3 ارباع، وايه اللي يتسمى ده 4، وايه اللي سمى؟ بص، توهان. فاللي هو انت بتيجي تقرا علشان تطور من نفسك، علشان تفهم، تحس ان انت ايه ازددت غباء، يعني ما مش قادر ان انت تستوعب الكلام اللي مكتوب. فالمهم مش قادر اطور من نفسي، دخلت على الجروب بتاع محب هندسه المواد، يا جماعه الخير، هو ما فيش حد من المهندسين اللي موجودين في المختبرات يصور لنا شكل الجهاز، يقول لنا الجهاز ده شكله ايه، الجهاز ده بيعمل ايه، بيشتغل ازاي، كل اللي احنا ده اللي احنا عايزين نشوف الاجهزه، نشوف شكلها عامل ازاي، ما فيش. فجيت في يوم من الايام عندنا عينات عايزه تتسلم لمختبر سيرد بارتي اللي هو مختبر محايد، في مالك للمشروع اللي هي الامانه مثلا او البلديه او كده، وفي مقاول شغال، وفي استشاري، الاستشاري هيروح يسلم مع المقاول العينه ديت لمختبر معتمد من الامانه، مختبر محايد. رحنا نسلمها في الرياض، رحت المختبر، شفت المختبر، يا الله ايه المختبر الجبار ده، يعني هو الواحد ممكن ادخل
المختبر ده في يوم من الايام ممكن ادخل اتدرب هنا. طب ما ينفعش ان انا حد يكلمني يعني، شفت مدير المختبر قاعد، والله كنت بتمنى ان انا ادخل اقول له يعني هحاول اجي لك ايام في الاسبوع اشوف الناس دي بتعمل ايه، العينات دي بتروح فين، بتتعامل ازاي. فالموضوع كان بالنسبة لي كان صعب جدا. لله الحمد ابشركم ان انا المختبر ده كلموني الايام اللي فاتت قبل ما اجي السعوديه على البوزيشن اللي انا فيه حاليا، ان انا اكون معاهم وامسك فرع من الفروع بتاعتهم، ابقى مدير الفرع، لكن للاسف ما اتفقناش. المهم يعني انت حاول ان انت دايما تبقى ايه طموح، ما تخليش حاجه توقفك، ما تحبطش. فات السنتين لقيت اعلان نازل على محب رابط محب هندسه المواد المهندس شادي، الله المهندس محمد خطاب الله يجزيه خير. قدمت اتصلت بيهم قالوا تعالى اعمل مقابله، اتفقنا، نزلت قشرت، رجعت رحت الامانه بتاعت التشغيل والصيانه امانه الرياض، بدات اشوف المختبر، بدات اشوف الاسفلت، بدات اشوف العينات، بدات اشوف الاستخلاص بيتعمل ازاي، الجي ام ام، التدرج، الساند اكويفلنت، بدات اشوف الدنيا، بدات اشوف ان في اختبارات بتتعمل الدنيا ماشيه ازاي. بدات اروح الخلاطات بتاعت الاسفلت اشرف عليها واخد عينات بصفه دوريه واشوف التشيك ليست واشوف المعايير بتاع الخلاطه متحققه ولا لا. بدات اتعلم. بعد كده رحت اتنقلت لمشروع تاني، بدأت أشرف وبدأت أشوف الأسفلت وهو بتشغل والفرادة بتاعة الأسفلت وطقم الأسفلت والحرارة بتاع الأسفلت، وبدأت أشرف على المختبرات بتاع المقاولين وبدأت أتعلم. بعد كده اتنقلت من مكان لمكان لمكان لحد ما وصلت الحمد لله للبوزيشن اللي أنا فيه حاليا. فاللي أنا عايز أقوله عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، ان هو المجال مفتوح، المجال مطلوب. يعني احنا كنا بنتخرج ايامنا ممكن الاعداد مثلا كنا بنقول مثلا 2000 في السنة بيتخرجوا تخصصات، سواء بقى بيدخل مجال علوم او بيدخل مجال بعض المهندسين المدني او كده، 2000 في السنة. طب يعني انا بضرب رقم يعني بقوا 2500، بس المجال بقى مطلوب 3 4 اضعاف. تمام. طب في ناس موجودة كتير في السوق والمختبرات مستكفية والأمور تمام، لا بس انت تقدر تتميز، تقدر تطور من نفسك، تقدر ان انت تسيب بصمتك. فانت اشتغل على نفسك من اول يوم. الناس لو في حد بيسمعني لسه في علوم او لسه في هندسة ولسه ما خلصش دراسة، ابدأ اشتغل على نفسك من دلوقتي. اي وقت فراغ تلاقيه حاول ان انت تكسب معلومة. لو هتكسب معلومة واحدة في اليوم فانت السنة فيها 365 يوم، يعني بعد 365 يوم انت بقى عندك 365 معلومة من سنة انت ما كنتش تعرفهم. انت ممكن معلومة واحدة تفرق معاك، ممكن تروح تعمل انترفيو يسألك سؤال معلومة واحدة تفرق معاك. يعني ممكن يسألك سؤال في يعني اتصال بس ففصل الفيديو. 365 معلومة هيفرقوا جدا. فانت 365 معلومة فانت 365 معلومه ما كنتش تعرفهم من سنه، ممكن معلومه واحده منهم تكون في موقع استشاري يكلمك فيها، ممكن ترد، ممكن تحل بها مشكله، ممكن تمشي بها شغل، ممكن تسلم بها شغل. معلومه واحده هتفرق معاك جدا. فاشتغل على نفسك. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها الانجليزي، الانجليزي ثم الانجليزي، اللغه هيفرق معاك جدا والله. ان انت تقدر تفتح اي مواصفه او تقدر تسرش على اي موضوع، فانت لما هتيجي تبحث عليه باللغه العربيه، للاسف عندنا يعني اللغه العربيه او المحتوى العربي في ضعف جدا. تمام. فانت لما تيجي تبص على اللغه، معذرة يا جماعة أنا بس في حد بيتصل ومصر إن أنا لازم أرد، فالله المستعان. يعني مش عارف يعني الحل في إيه.
فانت 365 معلومه يعني، وموضوع اللغه زي ما اسف ان انا كنت نقلت الموضوع اللغه، فانت ابدا طور نفسك في موضوع اللغه. موضوع اللغه فكره انت تفتح مواصفه امريكيه او مواصفه بريطانيه وتبدا تقرا تجيب منها معلومه بشكل سريع وبسيط، مش محتاج انت لسه تقعد تترجم، او ان انت ترجمت وفاهم المحتوى غلط او فاهم المعلومه بشكل قاصر، فده بيضيع منك وقت كتير جدا وبيضيع منك فرص. والشيء بالشيء يذكر، انا اول ما جيت افكر في موضوع السفر جاتني فرصه ان انا ابقى مدير مختبر، لكن اللغه هي اللي ضيعت مني الفرصه ديت. فانت ابدا، الموضوع بقى سهل جدا ان انت تتعلم، بقى سهل جدا ان انت تلاقي المعلومه، بقى سهل جدا ان انت تتواصل، بقى سهل جدا حتى ان انت يوم ما حد يفكر يديك المعلومه في ملف PDF او ملف اكسل، سهل جدا ان هو بيفرضها لك على الواتس في دقيقه. الكلام ده ما كانش موجود زمان يا جماعه، الكلام ده كان صعب جدا، ان بتقعد تديله ايميل ويقعد يبعت لك وتستنى، فالموضوع او ممكن ينسى. فالموضوع دلوقتي ما عادش حد ليه عذر ان انت تطور من نفسك. اما بالنسبه للمجال، فالمجال فاتح دراعه لاي حد هيطور من نفسه، لاي حد هيشتغل على نفسه، لأي حد هيبقى حاطط قدامه هدف وحابب ان هو يوصل له. بلاش تحبط فكرة ان انا بقى ايه شغال مثلا في مكان ما، في دولة ما، في اي حتة، وحاسس ان الجودة ديت مجرد يعني. في مهندس قالها لي، قال انا شغال في شركة يا باشمهندس، وحاسس ان هم لولا ان هم مضطرين ان هو يبقى فيه مهندس مواد او مهندس جودة فما كانوش هيبقى موجود. طيب هم اضطروا وانت موجود، فخلاص ما تشغلش بالك، انت في الاخر موجود، تمام؟ طيب انا مش قادر لهذا السبب ان انا اطلع جوده، مش قادر ان انا اشتغل، يا سيدي فاتقوا الله ما استطعتم، اللي انت قادر تعمله اعمله، انصح، اتكلم، اتعلم. الوقت اللي انت لاقي نفسك فاضي فيه النهارده انت مش هتلاقيه والله بكره، والله ما هتلاقيه، ودي حاجه انا لمستها. انا بقول لكم، انا كنت بقعد العب تشيكن انفيدرز واقعد العب وكنت بضيع وقت، تمام؟ انا دلوقتي والله مش لاقي وقت. فانت النهارده انت معاك وقت وقدامك ومعاك الامكانيات كلها ان انت تشتغل على نفسك وتطور من نفسك. طيب انا الناس مش مساعداني، محدش بيعلمني. انت مش شرط ان انت تلاقي حد ياخد بايدك ويقعد يقريك ويقعد يحفظك. الموضوع اليوتيوب بقى فيه كل اللي تتخيله، ادخل ابحث على اي موضوع لو ما لقيتهوش باللغه العربيه هتلاقيه باللغه الانجليزيه. يا راجل ده انت حتى لما بيقابلك مشكله في برنامج، تمام، اي برنامج انت بتستخدمه، بتدخل تكتب على اليوتيوب اسم المشكله او الرساله اللي جالك من البرنامج، بتلاقي ليها 100 فيديو بيحل المشكله و100 طريقه بتحل المشكله. معقول مش هتلاقي رد على المعلومه او السؤال بتاعك؟ ان انت بقى تقول لي اصل المجال والدنيا، لا، المجال مطلوب، المجال مطلوب، واللي هيتميز في اي مجال هيبقى اموره تمام جدا. بالنسبه للمهندسين المدني اللي شغالين في المختبرات او هندسه المواد، هي هندسه المواد دي كويسه جدا، بس انا شايف ان المهندس المدني مش مكانه هنا بس، يعني يقدر يكون ملم بشغل المختبر وبروفيشنال فيه، ومحتاج ان هو ياخد معاه شغل الموقع، محتاج معاه شغل المكتب الفني، لازم يكون معاه الادوات دي كلها، لان المهندس المدني المفروض ان هو يبقى مدير مشروع او مدير مشاريع. ده اللي ممكن نقول ان هو السقف بتاع بعض او كتير من المهندسين المدني، لكن في ناس بتتجاوز الموضوع ده وبتوصل لاماكن اعلى، تمام؟ يا حبذا لو انت مهندس مدني وما عندكش اي علم او اي درايه بالشغل المختبر او بالشغل بتاع المواد، لو خدت ال 50% او 60% من شغل المختبر، خدت المعلومات المهمه، خدت الحدود بتاعه القبول، خدت عرفت يعني ايه الاختبار ده بعجاله باختصار، هي الموضوع هيفرق معاك جدا. لما تبقى عارف ايه الاختبارات المطلوبه على البند اللي انت بتنفذه او على العنصر اللي انت بتنفذه، فالموضوع هيفرق معاك جدا. لما تبقى عارف حدود القبول، لما تبقى عارف تأثير الحاجة ديت لما تفشل معاك هتعمل فيك ايه او هتوديك فين، عارف ان الخرسانة لو فشلت معاك
تمام، هتوديك ناحيه ان انت تروح تاخد شميدت، وبعد كده هتاخد عينه كور، وبعد كده لو فشلت هتروح تعمل بعد كده اللي هو اختبار تحميل، او هتعمل ريديزاين. فكل ديت مشاكل انت هتدخل فيها، فلو انت عارفها هتفكر انت تبعد عنها، هتعمل الخرسانه بتاعتك مظبوطه، وهتاخد العينات بتاعتك بشكل صحيح. يعني ده كان كل الكلام اللي عندي. اتمنى ان انا اكون، او الفيديو ده يفيد ناس كانت حاسه نفسها انها تايهه، او حاسين نفسهم انهم محبطين، او حاسين نفسهم يعني نكمل في المجال ولا ما نكملش ولا نروح فين. حاجه بسيطه، في ناس تانية بيكونوا من تخصصات زي كيمياء او فيزياء او اي تخصصات تانية. انا شفت ناس تخصصات تانية شغالين في المجال وشغالين كويس جدا، وناس شاطره قوي، لكن ما اعرفش يعني ما اقدرش اجزم هو لو جه سافر او جه يعتمد في امانه من الامانات او في اي جهه حكوميه ده هيبقى وضعه ايه. ده انا بصراحه مش عارف، عشان برضو ايه ما مفتيش او ما اقولش معلومه تكون سبب انها تودي واحد في مسار او في اتجاه غلط. لكن المجال مش مقتصر على حد، اي حد، خاصه الناس اللي بتشتغل مثلا فنيين او كده، اي حد يقدر ان هو يفهم المجال، يقدر ان هو ينفذ الاختبارات بشكل صحيح، يقدر يستخدم الكمبيوتر الاكسل والوورد، فهو اهلا بيه في المجال ان هو يبقى فني مختبر. طبعا كل ما بيطور نفسه في الوورد والاكسل والحاجات دي بتبقى حاجة بالنسبة له بتفرق جدا، ان هو ساعتها يقدر يعمل التقارير بتاع الاختبارات. اتمنى ان انا اكون جاوبت على السؤال اللي محير ناس كتير وبيسألوني. لو تعرف حد تايه لسه، او الموضوع عامل له ارق وعامل له مشكلة، فاتمنى ان انت تشارك معاه الفيديو ده او تمنشنه فيه، يعني الدال على الخير كفاعله. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا عم كلام كده.